السلام عليكم يا جماعة الخير، اخباركم ان شاء الله طيبين. اليوم عندنا مقطع جديد وحلقة جديدة، وراح تلاحظون كذا من البداية صار في تغيير بالجرافيك نوعا ما، لان صراحة شباب انا طفشت من الجرافيك اللي كنت حاطه من 2013 الجرافيك موجود وجراند ما عرفت تغيره ولا تحسنه يعني، فاضطريت اني اشتري يا جماعة الخير هذا الجرافيك اللي انا حاطه. اذا في حال ما عجبني راح اغيره بعدين، ما علينا، قلت بجربه في هذا المقطع. بنروح كذا فرة حول المدينة نشوف ايش صار ومو صاير على الجرافيك الجديد هنا. بس والله كوها الاولى صار في حياة بالمدينة كذا يا جماعة الخير، وربي احس صار في حياة اسطورية. راح نروح فرة حول المدينة باستكشاف الجرافيك هذا، لان ما عمري يا شباب انا كنت واحد من الاشخاص المتعصبين لهذا الشيء، ما كنت احب ابدا اني اغير الجرافيك يا جماعة. اوه ماي جاد، يا السطوع هنا شويتين عالي والله. اما اذا كنت حاب تلعب معنا بالسيرفر يا عزيزي تنضم الى الفاميلي بكل اختصار، راح تروح على الرابط موجود بالوصف، بعدين راح تضغط على ستارت بلينك هنا، بعدين راح تقول لي نعم انا عندي جراند، بعدين راح تختار هنا انجلش 3 وتعبي بياناتك هنا، ورا ما تسوي ريجستريشن راح يحمل معك لانشر يمديك من خلاله تدخل السيرفر تلعب معنا. واتمنى كلكم تنضمون الى فاميلي ليجاسي يا جماعه الخير، هي الفاميلي تبعنا يعني، تعالوا كلكم انتظركم بالسيرفر. السلام عليكم، هذا نحن الان طلعنا من برا يا شباب، ليتس جو فر حول المدينه. والله ديم والله شباب اللعبه فرقت، اقسم بالله اللعبه صارت كأنها لعبه ثانيه. شوفوا لي اجواء المدينه يا جماعه كلها اختلفت تماما مع هذه الحياه الصافيه بالاعلى. يا ولد ايش هذا يا ولد، اول مره غير جرافيك. والله مبسوط شباب، خلوني مبسوط الان في حال لو سمعت يا جماعه. اوكي طيب انا بروح الاوفيس الان يا شباب على السريع، بحاول اسوي كم مهمه من مهمات الاوفيس يعني، ما اقول لكم كذا ما اول شيء ثاني عشان تطلعون فلوس شباب، لان ما شاء الله جالسين تشتغلون بشكل جدا اسطوري وانا سعيد جدا بهذا الشيء يا جماعه. عدد كبير جدا منكم صار يطلع فلوس بالهبل باليوم، فليتس جو نشوف ايش عندنا مهمات بالاوفيس، نسوي كذا بعضهم يعني الان، لان انت مو شرط تسويهم كلهم يعني، سوي اللي يمديك عليه تسويه. خلينا نروح كذا المدينه، العب والعب نط يا حبيبي نط. والله احس هذه لعبه ثانيه جالس العبها يا شباب، اقسم بالله احسني جالس العب لعبه ثانيه، مو طبيعي كيف صار الوضع غير يا ولد. على سيرة بيت مايكل يا جماعة الخير، بروح الآن زيارة على بيت مايكل. أنا للأمانة البيت هذا يا شباب ما بخبركم إيش سويت فيه، لأن راح تشوفون مقطع هاني، راح أقول لكم شيء كذا ما راح أقول شيء ثاني يا جماعة. إي نعم، هاني صار يلعب معنا بالسيرفر يا شباب، راح أحط لكم رابط قناته بالوصف يعني تمام، فراح تشوفون مقطع عنده اللي راح ينزله قريبا جدا، ما أدري يمكن يكون نازل مقطع الآن، فأنت روح شيك قناته وشوف الآن. أوكي أتمنى الشباب لا أحد يسألني كيف حطيت هذا الجرافيك، قال والله العظيم من نفسي ما أعرف، أقسم بالله ما أعرف، مليون ملف حملته ومسحته وحملته وسويته وشريته وحطيته إلى حد ما نفع. أنصحك تسويها لان ممكن يتهكر جهازك بسرعه جدا يعني بهذه الطرق، فدير بالك على نفسك يعني. انا ضحيت وضبطت الان يا شباب، انا تراي جالس احفظ الاسامي هنا، والله يا شباب سجلت على جنب الان الاسامي هنا. اوكي بالمناسبه يا جماعه الخير، اذا كنت جالس تلعب بالسيرفر بتروح على الفاميلي هنا، بتروح على الفاميلي كويست هنا، بعدين بتسوي كذا وبتسوي كذا تمام. شايف لما تسوي كذا انت الان عزيزي، شوف ايش راح تكسب. بالامس انا وزعت فلوس يا جماعه الخير على التوب 5 هنا تمام، هاي عميد اخذ فلوسه بالامس، يوسف اتوقع راح اخذت فلوسك ولا ما ادري، لان انا اعطيت باري مليون، قلت لباري وزع على الشباب يعني. اوكي مليون يعني 500,000 250,000 شيء كذا ما ادري، والله باري هو بيعرف ايش يوزع يعني تمام. ايش عندنا الان؟ ريبير تو اذرز كا، اوكي راح نصلح سياره ناسين يا جماعه الخير. اوكي نايس والله، وراح نجرب ايضا نشرب من 3 بارات مختلفة، هذه كمان يا شباب ايزي بيزي، هذه ما يمدينا نسويها لان لازم ليفل عالي، هذه كمان صعبة شويتين، كله تمبر يا اخي، ولازم نصلح 50 كهرباء من هذا المكان، ايزي بيزي يا حبيبي، ليتس جو نصلح بعض السيارات يا جماعه، جد صدفه حلوه لان انا كمان لازمني اشتري ريبير كيت يا شباب للسيارات نوعا ما يعني، وربي شكرا لكل واحد جاي يسوي هذه المهمات لانكم يا شباب جالسين تفيدوني انا ايضا يعني بهذا الشيء يا جماعه، فانا دفعت 70 مليون للامانه الان. ليتس جو فلننطلق في رحلتنا. اوه نسيت اخبركم عن شيء جدا مهم اللي راح يصير في هذا المقطع، يمكن يكون بالعنوان بالصوره ما ادري اذا شفتوها ولا لا، ولكن شباب ولكن اليوم يا شباب ما راح نفتح باكجات، لا 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 ممكن افتح باكجات لان انتم حاسين ما عندي بجراند كوين، مو لان ما عندي، شوف كم جراند كوين عندي، 1400 دولار جراند كوين، مو لان ما عندي. ولكن عندي يا شباب، انا ما ابي افتح بجراند كوين اليوم، ما نبي اوكي نبي شيء جديد يا جماعه. انا جبت 15 جراند تيكت يا جماعه الخير، اذا في حال مدينا نفتحهم شوفوا ايش الجوائز راح نحصلها. يا الله شباب لسه ما شفت شيء، شوفوا الان يا شباب اقسم بالله شيء مو طبيعي، هذه الحذاء هذا جدا اسطوري، هذه الكنز سعره بالملايين، هذه يا جماعه بال 500 مليون ما ادري كم سعره، 100 مليون والله ما ادري والله، واي سياره من السيارات الحلوه طلع لنا راضي، ف ايزي بيزي والله راح نجرب حظنا يا جماعه الخير، راح نشوف يا ربي يا ربي. ليتس جو نزور الجاز ستيشن اللي انا عندي اياها يا جماعه الخير، زياره بسيطه لان عندي مهمه لازم اشتري ريبير كيت واصلح سيارات الناس يعني، فليتس جو نسويها الان. شوفوا محطه الوقود اللي عندي شباب بالجرافيك الجديد، هلا والله يا حبيبي هلا والله. اوكي ليتس جو نشتري لنا 2 ريبير كيت، وين الريبير كيت هنا؟ 2 تعال يا جماعه الخير نصلح لك سيارته. اوكي تعال نصلح سيارته بدون ما نقول له يا شباب، وين هذا؟ اوكي هذه ليتس جو صلحت له يا جماعه الخير، اتوقع بتنفع مرتين على نفس الشخص، لا والله لازم شخصين مختلفين. والله لاعبينها صح والله. اوكي ما جاني الا شباب، جاني سويتها الا والله سويتها، جاني اوكي. المشكله راح تكون كل الطلقات عباره عن مكان، شلون حطيت هذا المود يا جماعه؟ اسم هذا المود ناتشرال فيجن يا جماعه، اسمه كذا ناتشرال فيجن ان في اي للريج ام بي كذا اسمه يا جماعه. اوكي شوفوا دوروا عليه وحطوه يا شباب، والله العظيم ما ادري شلون افيدكم، اقسم بالله انا ما ادري فين حملته يا جماعه. انا دفعت فلوس ترى على البيتري، لازم تشترك اشتراك شهري عشان تحصله يا شباب تمام.
فبس كذا على السيره بخلص ما في كالو سي سي سي. لا تكون محسبين الدون الان. يلا يا جماعه نسوي لنا 50 وحده نسويها الان. يا شباب انا بعتبر نفسي سويت مهمه الاوفيس اخذت 10000 بالله سامحوني فيها يا جماعه. والله عندي مشوار 50 وحده بموت الان والله. هو هذا يسوي هنا والله اصلي والله. تعال هنا تعال. ومن قالوا انتو خذ هذا 50000 كل واحد جالس يشتغل معي هنا. ويت ويت ميكا ميكا تعال هنا ميكا بتاخذ فلوس يا ميكا لا تهرب مني. اصبر اصبر يا رب بشتغل بالاوفيس تاعك والله وحياه الله. والله كيف هاي كل واحد 50000 يا شباب. والله الاساطير والله شاء اقسم انا بساعد بقدر الامكان كل شخص جالس يساعد بالاوفيس. هذا اقل شيء ممكن اسويه والله يا جماعه الخير انه انا ما اعرض كل لقطات لان ما يحتاج اني اعرض. انا ترى يعرفون نفسهم اللي اساعدهم دائما وابدا والله. سيارتي خليني اسوق شاء انا خفت خفت والله ما ادري جاني كذا فلاش باك لما كنت هنا وسرقوا سيارتي يا جماعه. هم يسوي نفس زموري كمان يا الله من هذا اللي نفس زموري والله شباب. وين سيارتي وين سيارتي؟ هذا سيارتي نفس زموري سيارتي سيارتي انا وينكم نفس سيارتي والله لو اوريك والله سيارتي. المفروض تشكرني حبيبي شكرا. يلا مع السلامه. اسمع حبيبي والله سيارتي ما خلوني شباب والله خفت يسرقونها مني اقسم بالله خفت يا شباب. ماني متعود العب اللعبه كذا والله العظيم ماني متعود. الان راح اعطيكم معلومه ما ادري من ما يعرفها يمكن اللي ما يلعبون اللعبه ما يعرفونها يا جماعه. الوقت باللعبه لما تكون نهار عندنا نهار لما تكون عندنا ليل هنا ليل كمان مطابق للحقيقه يعني تمام. لما تشوفون لعبه بالنهار يعني جاي تصور بالنهار كذا بس بكل اختصار يعني ترى ساعه اللعبه نفسها بالحقيقه يا شباب بس كذا اخبركم يعني. اوه الان يمديني شباب اوريهم من انا والله. وين الشبكه اللي معي؟ اقسم لا روح ذيك المنطقه شغله افجرهم الان بهذاك المنطقه. اجل تذبحوني لما اكون بحسابي ذاك والله لو اوريكم والله. خليني ادخل اشرب هنا مره. اصبر اصبر انا بروح اخذ بثاري والله. مسوين لي فيه اقوياء ومدري ايه اذبر شويتين. هات لك حبه الان. ما اتوقع يحتاج اني اشرب بس كذا الان اوكي. يا جماعه الخير شوفوا لي بيت مايكل كيف صار على مشكله صارت الدنيا شويتين بالليل يعني ولكن العب يا مدير العب 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 العب. كنت ابي اشوف المي كيف شكلها الان كيف لون المي هنا لان حتى لون المي ترى انا مغيره نوعا ما يا جماعه. احس الدنيا صارت اصفى بي. اوه يا لون المي. يا شباب شوفوا لون المي يخرب بيت الجمال والله ديم والله. للمعلومات شوف هذا البيت مو بيتي الان اللي يتساءل يا شباب بوريكم الان هذا البيت من. تعالوا شوفوا الان من صاحب البيت الان. ترارارارام. ليجاسي كيوي يا جماعه الخير اسم هاني طبعا مسمي حاله كيوي الان يا جماعه. انا طبعا مأجر البيت لهاني يا شباب فهاني مدي يستخدم البيت ولكن على فاجعتي استنتجت انه انا مديني ادخل البيت حتى هو فاتح البيت. هاني مديني ادخل الجراج يا جماعه الخير تخيلوا الان والله ما ادري شلون مديني ادخل الجراج بس ما عليه. يخرب بيت السطوع في ذا الجراج والله. اطلع اطلع سيت كم 120 يلا تمام تمام تعال خذ 20 هذه مو سيدز طال عمرك هذه مو سيدز. طيب كيف ابيع هذه؟ والله صعب اخذها منك هذه مخدرات ترى يعني بس مو مشكله يعني ايزي ايزي. يا شباب باعني مخدرات ما ادري ايش باعني والله العظيم ما ادري ايش باعني الان. كنابيس مكتوب حسبي الله عليك. اوه شوف ايش باعني الان. خلينا نزرع واحده لهاني هنا. هاني اذا بتشوف ذا المقطع خذ هذه لعيونك الان. ازرع لك واحده حشيش في ذا المكان الان. هذه راح تعطيك حشيش بعد في مده اتوقع يا جماعه. شوف شكلها محلى تجي عندها بعد مده وراح تسحبها وتاخذها الان تمام. هاني احتفظ بهذه كويس اوكي هذه هديه مني لك الان. اخر لك الان واخر جات الدوله الان. تعال هنا تعال هنا. من هذا يذبحني؟ هو في حد يذبحني؟ تكفى 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 دخلني دخلني. كنت بموت والله. ضب سلاحك ضب سلاحك اقسم بالله كنت بموت يا شباب. في حد مقنص من بعيد والله في حد مقنص من بعيد. ثاني حب الان سويتها. وات هذا بيسوي لي فيها فنان شباب الان. جاي تسوي رول بلاي كمدري ايش. يلا تفضل ها شباب شوف هذا ايش يقول لك. ايم لوكينج فور هازبند كاتبه بالشات ايم لوكينج فور هازبند. لا 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 ايش اللي هج ما هج لا 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 ما ابي شكرا شكرا. اوه يا اي هاف ماي بادي كام از ويل اند واتس ذا بروبلم اف اي ران هير ان ا سيف زون واتس ذا بروبلم. That's a rule break, my brother. You know the rules. You are media. You are media members. Well, so you know you am that I am media. You know. Mam kalo. Yeah, I know. So what's the problem? I know from your ID. So you know I am a media, yeah, and you are like here. Okay, as you can see, he knows. Bro, shut up. Bro, shut up for a minute. You are talking. Okay, Mam kalo. هذا قانون واحد بون ثلاثة. Bro, shut up. حبيبي طيب شوف شوف هو يعني يعرف إنه أنا ميديا. توقع هذا مدري والله. How do you know that I'm media? How do you know? حتى لو رفع عليك فورم ما حينقبل. ما حيصير شيء عس خايف منه أنا والله العظيم. ضحكني والله. بس هو قانون. إيش هو القانون؟ ترى أنا ما شفته حتى هو جالس يطلق علي من بعيد أنا ما طلقت عليه. إنك تدخل المنطقة الآمنة وبعدين تدخل هذا ممنوع. ما طلعت برا أنا ما طلعت برا. مين أنا طلعت برا؟ أنا بس دخلت هنا ما طلعت لبرا. لا عادي ما أنت ما حتبلع لأنه إحنا بالبار بعد. القانون إني هيك أطلع من البار وظني أدخل أدخل ممنوع. أنا سويت هالشيء؟ أنا جيت من برا دخلت هنا ما تسويتها.
بس انت ما حتبلع عشان هو اصلا ما يضرب عليك القانون. شوف شوف you are wasting my time actually. So I don't give a shit about you, just go and report me, okay? I don't give a shit about you. Go and report me, idiot. حاسبني خايف بسبب قانون، اقسم لانك غبي والله، والله العظيم انك اغبى منك ما شفت بحياتي، اقسم بالله يا جماعه. ليش بالحقيقه يا غبي يا مغفل، انت لما تطلق علي يعني ما بروح بامن على نفسي؟ لو يقول لي انت ميديا شلون ما عارف يعني اي زلمه ميديا؟ روح نفتح الباكيجات يا شباب، والله اني متحمس، والله متحمس وخايف في نفس الوقت انه ما يطلع لي شيء يا جماعه. لا والله ال 15 صحيح هي كثيره بس قليله بنفس الوقت يا شباب، تخلص بسرعه والله. ار بي تيكت يا مام كالو، ليتس جو على بركه الله وبنستعين يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اول وحده يا شباب، ليتس جو اول وحده يا جماعه. اوه اسمع مثل صوت باكيجات سي اس جو. يا رب يا جماعه طلعنا السياره، يا ربي ابي السياره والله، تكفون اعطونا السياره يا شباب، يا رب طلع لي السياره، يا رب يا رب السياره. ما ابي لا قناع ولا تعطيني شكله طلعت لومينس ستون. هو سياره يمكن قناع، شكله قناع، القناع واضح، القناع واضح، القناع المعفن ده. لا يا ولد شوف الغش، والله غش والله. ايش ده؟ هذا ايش هذا؟ شوف الحظ الغبي يا جماعه، اعطوني ابشع قناع بالتاريخ يا ولد. يمديني ابيعه بصفر والله، ما بقصر الان والله، بس عطني عطني احسن من بلاش يا حبيبي. جاء اللون الذهبي، اوه ماي جاد شباب جاء اللون الذهبي، ولو انه سخيف يعني شويتين بس اوكي جاني اللون الذهبي يعني نايس والله. انا البس قناع احسن منه والله يا جماعه. ربي هذه لعيونكم والله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لعيونكم يا جماعه، هذه يا رب اربح شيء كذا اسطوري مره يا شباب. يا رب الحظ يبتسم يا ربي. ابي الحذاء اللومينوس هذا يا جماعه، وانا عارف مستحيل يطلع لي. خلينا نخمن ايش راح يطلع الان قبل لا تطلع الان. هاي ليش هذا الباكج ما في سيارات كثير؟ ايش فيه؟ الكنزة طلعت، الكنز او 2000 طلع يمكن. وقف على السيارة، تكفى وقف على السيارة، مو الكنزة. لا يا ولد والله قهر يا شباب، قهر يا شباب، ايش ذا الغباء والله، قهر والله. نشوف شكلها الان يا ولد، والله مو حلوة والله العظيم شباب. يا قلبي اعطيني شيء كويس ارجوك الان، اعطيني شيء فخم ارجوك، لا تعطيني قناع، ابي سيارة. تكفى اعطني سيارة. بوكاتي فيرون راح اعطيني، راح اعطيني دايموند، راح اعطيني دايموند، دايموند ولا حقيبه. لا يا اخي ما ابي الدايموند، ما ابي الدايموند يا الله. كم حبه دايموند طيب؟ اذا 50 وحده انا راضي والله، 5 دايموند بس. اوكي يا جماعه الخير، بسم الله، هذه راح تكون في حظ اللي في بالي يا شباب، اوكي حظ اللي في بالي بس كذا، انا بقول كذا ما بقول شيء ثاني، فهمكم بكفايه يا جماعه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي بس ابي سياره يا شباب، ما يهم النوع، ما يهم الشكل. قناع يبقى قناع 100%، قناع مستحيل تكمل على السياره مثلا، مستحيل والله. الار بي تيكت شباب من جد صعب يطلع لك فيه اشياء والله، انا سمعت بيطلع لك فيه اشياء بس ما عرفت بهذه الصعوبه يعني، صراحه ما توقعت تكون صعبه لهذه الاكسترا 2. يا الله ايش اسوي بهذا القناع. على امل على الاقل بوجاتي فيرون شي شغله كذا، سياره يا اخي تكفى اعطيني سياره يا اخي ارجوك. 10000 طلع لي 100%، يعني ايش راح يطلع؟ متوقعين راح يطلع لي لامبورجيني يعني؟ يعني اتوقع الحظ اللي حاطينه بكل وحده صفر، مو معقول يا شاكم الحظ معفن والله. يمديني ابيع بحبه الجراند كوين 10000، لا والله باخذها اشرف لي والله. هذه العيون كل شخص مشترك بالقناه يا شباب، هذه لعيونكم والله، لعيونكم يا جماعه، لعيونكم والله. يا جماعه ما ابي قناع، ما ابي شيء يا الله، اعطاني ذا الفراوله يا جماعه، اعطيني ال 50000 على الاقل، ما ابي الفراوله او هذه السياره مثلا الان. كل ار بي تيكت سعره تقريبا 400000 الى 500000 باللعبه يا جماعه الخير، تخيلوا معنا كم انه غالي. راح يطلع لي اللبسه ذيك المعفنه والله، انا شايف اللبسه والله. على الاقل القفاز ده خليني اخذه على الاقل يا اخي، والله حرام عليك والله. يا ولد والله حرام عليك، هذا اللبس انا ايش ابي فيه لهذا اللبس الان؟ هذه واحده كويك انيميشن يا شباب بدون ما نشوف ايش راح يصير، فورا راح نكسبها. هل انتم مستعدون يا شباب؟ ليتس جو، بسم الله الرحمن الرحيم. دا والله بشع والله، شيل شيلها ممكن اشيلها. والله صعب يطلع لك شيء يا جماعه بهذه الباكيجات، وربي مره صعب والله. طلع لي الذيل، لا كمان اللبسه ذي، ما عاد ابي ذي اللبسه يا اخي، وخر عني من ذي اللبسه، عطني الذيل على الاقل، عطني الذيل يا اخي. يا الله صعب، هذه ببيعها بصفر، ما ابيها حتى، ابيعها بصفر، يمديني كفو. يمديني افتح ثلاثه يا شباب، ثلاثه ورا بعض نفتحها. ثلاثه ورا بعض. لا ايش ذا السرعه؟ مين قال السرعه؟ يا ولد مين قال السرعه؟ والله غش، والله ما حبيت الفكره يا جماعه، ما حبيت. اخر اثنين يا شباب، اخر اثنين مع الاسف. انا ما عجبني شكلي، بروح افتح باكيجات الان يا جماعه والله. ولا شيء حلو يا جماعه، ولا طلع قناع 100% او 2000 والله. ما بتكلم الان، شوف البوجاتي فيرون وسياره ومدري ايش، الان تطلع لي ذي. انا اخر واحده يا شباب، ختامها مسك مثل ما يقول لك الان المثل، ليتس جو، هذه اخر واحده يا جماعه. ثاني شيء حلو على الاقل بالنهايه، اعطاني كمان ذي الكنزه المعفنه الكريهه اللي اكرهها يا شباب، مو طبيعي ذي الكنزه كمان كريهه، خلاص تطلع منها، اطلع منها ما ادري. خليني احط هذه الملابس هنا، ما اعرف متى بلبسها شباب، والله اتوقع ولا مره بلبسها، يمكن ارميهم كلهم بالزباله ذول، بس خلي يمكن احتاجهم شيء تحدي شغله ما يعني الان. على كذا يا شباب، على كذا بما انه حظي كان شويتين بيض، تعال نفتح كم باكج يا جماعه الخير، اوكي انا ما ابي اشطح كثير لان هذه ال 1400 صراحه
ابي اطلع منها فلوس اكثر شيء من اي سياره كانت يا شباب. انا ما ابي ولا اي سياره، ابي اطلع منها فلوس فقط من هذا الباكج يا جماعه اللي راح اعطيني الفلوس، لاني محتاج فلوس بكل معنى الكلام. في خطه لازم اسويها يا شباب، ما يمديني افضح عن اي شيء لاني يا شباب تعرفوني انا ما، فانا احتاج فلوس يا جماعه. ولكن تدرون ايش؟ راح نفتح باكجات بقيمه 300 دولار وما حولها الان، اوكي؟ خلينا نشطح ونفتح واحده من هذا الباكج يا شباب، اوكي؟ ليتس جو. بما انه 12 لاعب بسوي لفه كامله على السيارات الان. يا رب يطلعني السياره يا رب يا شباب يا رب، بسم الله. اوكي مو مشكلة ابدا الان، مو مشكلة يا جماعة الخير، احنا متوقعين كذا راح يصير يعني الان. عطنا واحدة الان 300,000. الدينكا ما احب سيارة الدينكا هذه، هذه السبعة يا ساتر. انا راح اطمح لذي يا جماعة الخير ايضا، هذه يا الله كم حلوة، افتح من اربع مرات 500,000 واحتمال تطلع لك السيارة. تخيلوا معنا كسبت السيارة بالاول مرة، بالله لا تعطيني فلوس سيارة يا اخي يا الله. 600,000 حلوين يعني، بس شباب بفتح منه ثلاث مرات كمان والله. يا رب يا رب سيارة يا رب يا رب سيارة. والله تأملت كثير تطلع السيارة كذا، ما ادري جاني شعور حلو كثير. انا عندي فكرة، عندي فكرة، وقف وقف رقص وقف رقص يا شباب. انا عندي فكرة والله، والله عندي فكرة والله. نشتري اسلحة البوس الان، بشتري لي 53 سلاح يا شباب. اوكي ليتس جو، 53 سلاح نجرب حظه، ما تدري والله، والله ما تدري، يمكن تشطح وتنطح ونكسب يعني. روح البوسات الان، بيرسونال بوس يا حبيبي، تعالوا ندعس البوس اللي راح يعطيك هذه السيارة. هذه ولازم ولا بد اني لسه اجيبها يا شباب، والله لسه اطمح لها والله بي. والله لسه اطمح لها يا شباب. 12 يا ربي يا شباب يا ربي، ابي السياره يا ربي. اخ يا قلبي، اخ 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 اخ، تكفى يا اخي تكفى، اعطيني السياره ذي تكفى، والله احتاجها والله. شفت شكلها جدا رهيب يا جماعه مع الناس. سلاح اوكي نايس والله، مو مشكله اوكي. نظام البوسات هذه السياره فيها جدا صعب، شوف صرفت 50 دولار ما طلع لي، والله لازم يعدلون النظام صراحه يعني. والله يا شباب هذا الباكج سعره 12، احسه جدا مناسب يطلع لي في السياره. يا ربي ابي السياره يا ربي. يا ربي تطلع لي السياره يا ربي، ما ابي فلوس يا ربي. سياره يلا سياره يا اخي. 900,000 حلوه، بس يا اخي ابي سياره يا ولد، ابي سياره والله حرام والله يا اخي. شباب طلع 900,000 2.5%، بس الاساطير يمديهم يفتحوا هذه السيارات يا شباب، بس الاساطير، بس الاساطير يمديهم يفتحوهم يا جماعه الخير. هذه السياره الان ما راح افهم الان، هذه السياره هذه السياره. والله يخرب بيتك على ذا الحظ المعفن يا شباب، كل مره اتحمس ما في صوت يا اخي، والله لا تسوون فيني كذا يا اخي. نضربها نكسب السياره الان، 3-2-1 سياره. يا ربي البوجاتي بوليد يا ربي. انا ايش اسوي بحياتي مع هذه السيارات يا شباب، بس فهموني انتم الان. والله العظيم اني تعبت، اقسم بالله نفسيتي تعبت من هذه السيارات، كنت ما اطلع لي يا شباب. بعتها كلها اتوقع بالمره الماضيه، طلع منها كثير، طلعت لي منها كثير والله مو طبيعي. ايش اسوي فيهم كلهم الان شباب؟ معي هي هنا وكان طلعت لي مليون مره، والله حرام تكون معي هذه السياره والله. شباب انا الان راح اشطح وراح افتح باكج من 50 وباكج ابو 40 يا جماعه، اوكي؟ راح افتح من الاثنين هذول. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، باكج ابو 40 دولار، كل شيء تمنيته صار العكس، حرام 400,000 على 40 دولار حرام. والله بفتح شباب، بفتح باب 50 والله. يا رب سياره يا اخي، ما ابي اسمع ذا الصوت، الله يلعن الحظ الغبي يا شباب، والله الحظ غبي والله. مع الاسف الشديد يا شباب في خبر مؤسف شويتين بالنسبه للمحطه اللي عندي، يعني بشرح لكم الان لما اوصل عندها يا شباب، لان والله توني الان مزعوج وربي اني مزعوج يا شباب. مع الاسف الحكومه استولت على المحطه اللي عندي والله يا شباب، لاني ما ادفع الضرائب الان يعني. فلاحظوا الان اذا في حال رحت احاول اعبي منها ايش راح يخبرني بالضبط. شوف ما حد يمدي يعبي، يا الله عندي زباين كثيرين ما حد يمدي يعبي الان والله قهر والله. لاحظوا شوي اذا حاولت اعبي منها ايش راح يخبرني الان؟ بيقول لي ذيس بزنس از سيلد باي ذا جفرمنت، هذا البزنس ماخوذ من قبل الحكومه الان. يا الله يا جماعه الخير ربي قهر والله، والله قهر كبير والله. هذا الشيء يصير يا شباب لما ما تدفع الضرائب. طبعا اللي ما يدري بشرح لكم فكره على السريع عشان يكون عندكم فكره بالنسبه للبزنس المستقبليه اللي ممكن تستحوذونها يا جماعه، اوكي؟ لازم تعرفون يا شباب انه كل بزنس عنده تاكس لازم تدفعه، اما من القائمه اما من الدوله. لازم تروح على العالم امريكا اللي صاير هنا وتقول والله انا عندي جاز ستيشن رقم 11 ابي ادفع لها فلوس عشان اضمنها يعني، وما تروح للحكومه يعني. ولكن يا شباب لا تقلقون يعني، رحت دفعت الضرائب اللي علي وتقريبا هي اصلا يصير لها سيل 12 ساعة كذا بالكثير وترجع لك، ولكن الخسارة الكبرى تقريبا بهذا البزنس مليون ب 12 ساعة يا شباب، راح مني مليون والله يا جماعة اني مقهور والله. بعطيكم معلومة على السريع، إذا في حال جيت لهنا وما مداك تعبي بنزين أو وقود يمديك تسوي حركة جدا ثانية أسطورية، شوف ما حد يمدي يعبي، يمديك كل خسارة تعبي بريميوم فيول، تمام؟ راح تدفع شوي غالي بس راح تعبي لك يا فل، والبريميوم فيول دائما يكون أسرع بكثير يا جماعة من الفيول العادي، تمام؟ ماي دود يو ونا ريس؟ يبي يسوي ريس شباب، يقول لي ريس أوكي نايس والله. ايش الاي دي تبعه؟ اكيد هذا الاي دي تبعه، خليني اشوف. اوكي ليش خليني اشوف. نحط على 10,000 يا جماعه الخير ونحط الاشاره هنا. اقبل قال لك اقبل اقبل اقبل، خليني اشوف من راح يسبق. اقبل خمس ثواني، اربعه ثلاثه اثنين.
اوه ماي جاد راح يسبق لي شباب لان انا مو معدل ابدا سيارتي. لا 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 يا ولد لا لا ولد. والله مع مكلارن سريع يا شباب يعني نوعا ما طيرنا والله يا جماعه. انا مفروض ما العب بهذا والله العظيم طيرني. بس ما تدرون يا شباب ما تدرون ما تدرون يعني اوه ماي جاد اوه ماي جاد ماي جاد والله مشكله. اشوف كمان ايش صار معي الان يا الله. جي جي والله اتوقع انه ربح شباب. وين ما ربح؟ اه ربح والله. نايس جي جي. نايس برو. والله نايس والله انسان محترم. هذا جيت على بيتي ترى انا بالعاده جيت على بيتي بس صبغته يعني الان. ديم والله ديم يا جماعه اقسم بالله ديم. الان يا شباب ابي صراحه تدرون ايش بدل ما اروح البيت ابي اروح العب شويتين بالارينا. اتمنى كل شخص يتابع هذا المقطع دائما يجي للارينا ويحاول يستمتع ويلعب وبس يعني. والاشخاص اللي اشوفهم بالارينا بالله لا تكونوا توكسيك يا شباب والله عيب عليكم والله. انا داخل هنا اتسلى يجون ناس توكسيك علي بدون اي سبب يا شباب. يعني والله العظيم يعني بتروح تدعس واحد يجيب لك الفاميلي كلها يلعبون ضدك يصير يا شباب ما يصير ترى والله. العب وحدك يا اخي. هذه هي الارينا يا شباب راح تلاحظون سيارات جدا كثير. اهم شيء انك تصف بشكل ممتاز. شوف انا صفيتها بجرين زون. اي شخص راح يسرق ذي السياره انت الان راح تكون على الفورم عزيزي. بخبرك اياها من الان. انا احس السياره راح تنسرق الان. اوكي ما علينا. طيب يا جماعه راح اروح مباشره على الارينا. ايش فكره الارينا مكانه؟ شوتر يا جماعه شوتر بكل شوتر. ايش ايش مكانه؟ خش الان بتخش هاي يا جماعه الخير الدث ماتش. هنا في اربع الان. شو جالس اضيع ايمي كل مره والله مو طبيعي والله الايم عندي كيف جالس يضيع. يو موتوا موتني موتني يا جماعه والله بالفتحه الصغيره من شاف هذيك. هذا وين رايح هذا؟ عزيزي ايش تسوي عزيزي؟ يا عزيزي ايش تسوي عزيزي؟ لا يا اخي اه قهر ضربه لا سريع والله سريع. هذه واحده مع السلامه حبيبي على اللوبي الان على السريع بس. دعسني مليون مره يا جماعه. دعسته مره واحده اقول له على اللوبي الان والله يضحكوا علينا بعدين. ما عجبني الماب شباب للاسف يعني ما عجبني الماب ابدا. ماب جدا سيء ما يمديك تستمتع بهذا الماب هو كذا بهذا السوء يعني للامانه. يعني كنت اتمنى الماب يتغير بس باقي 10 دقائق ذاك بمشي من هذا المكان باسرع وقت ممكن الان. شايفين يا جماعه الخير كيف سيارتي انسرقت؟ ملاحظين كيف حد دفش سيارتي لبعيد وجالسين يسرقوها الان؟ يعني اذا الان طلبت ادمن شايفين بيطلع اسمه يا شباب. وانا راح اثبت لكم اني راح ابني هذا الشخص يا جماعه لان عندي فيديو. وانا قلت بالفيديو كويس جاي اتصور والله. انا قلت بالفيديو انه هذه راح تروح فورم اذا في حال سرقت السياره هنا يعني راح تشوفوا البوف بالكامل يا شباب. والله للاسف يا جماعه لازم تنتبهوا كويس. حتى بالجرين زون ما يمديك تحط سيارتك يعني هذا اللي انا افهمه الان. حتى بالجرين زون ما يمديك ترتاح. شو اسمها هذيك المقوله باري؟ زهق الحق وزهق شو اسمها؟ ذهب الحق وزهق الباطل؟ لا لا بالعكس ما ادري هي شغله. راح الحق واجى الباطل يا جماعه بينت الحقيقه. يا شباب اللي سارق السياره اسمه بطال غازي ما بعرف شو اسمه بالتحديد يعني ولكن هذه تم تصوير الان بالجرم المشهود الان. اهم شيء انه الاسم يبين اللي هي جاكر كذا. لازم ادفع 500,000 عشان اطلع سياره ايزي بيزي بطلعها يعني. ولكن على المحاكم الان راح ارفع عليه قضيه الان يا جماعه الخير هذا الشخص وعلى المحاكم والله ما يكون اسمه كذا ما سجنته الان. اوكي يا جماعه الخير حاليا رجعت لكم من جديد وعندي لكم اخبار ساره يا شباب. بعد ما رفعت شكوى على هذاك الشخص يعني المحامي تدبر الامر يا جماعه ويعني هذاك الشخص تعاقب اكل عقابه. اي نعم شوفوا على الشاشه يا شباب. وكاني رحت المحكمه واشتقت على علمهم يا شباب. فهذاك اللي سرق سيارتي بالمدينه الخضراء تم دعسه يا جماعه الخير بنجاح. عشان ثاني مره لا يلعب مع السياده ويحاول يسرق لان انا مو اي شخص ثاني. انت ما يمديك تسويها فيني يمديك تسويها بكل سيرفر اللي فيني حبيبي. انا عندي التصوير 24 ساعه هنا. انصح كل شخص يلعب هذا السيرفر 24 ساعه خلي تصويرك شغال يا عزيزي. فابي احدثكم عن هذه السياره الاسطوريه يا جماعه الخير سياره اللامبورجيني يا شباب. هذه حطيت عليها تامين بالامس طبعا يا شباب خلاص قررت والله صارت سيارتي. لاحظوا الان تامين 29 يوم سعره 5 مليون. ركبت بعض القطع ولكن رح نروح مشوار بسيط الى البيتش ماركت ندور على سسبنشن ليفل 3 وايضا انجن ليفل 3 يا جماعه وايضا ترانسميشن ليفل 3 لان ما فيها. اوكي هلو السلام عليكم كيفك؟ عليكم السلام هلا والله اخبارك حبيبي؟ الجمال حبيبي حبيبي. في عندي تحيه من منخل. تحيه من سلم عليك. من مين؟ منخل. منخل تحياتي لك منخل حبيبي والله نورت ولا يهمك حبيبي اهلا وسهلا على عيني والله. اوه يا عمي ليش الناس كذا لطيفين بزياده شباب؟ والله اني احب الناس اللطيفين. اوه بليت شو كار. اوه ماي جاد نايس كار ماي دود. تعال صلح السيارة. ثانك يو جانج. I'm gonna repair your car man don't worry I got you. Thank you man. I had a bit of an incident but yeah gang thank you. No problem man, no problem. I want doors like yours though like your door looks sick gang. Yeah. عجب الباب يا شباب. One day I'm gonna get that car one day one day. Yeah yeah I believe in you man you can do it. Alright man goodbye goodbye see you. I have a good one gang.
يوتيوب مال يوتيوب ثانك يو. يلي شباب باب سيارتك انا حلمي كذا باب سيارتي ينفتح بهذا الشكل، شكله شاريها وما يعرف انه سيارته، ترى سيارته اغلى من سيارتي يا شباب، سيارته يا شباب اللي ما يعرف شاريها بجراند كوين، سعرها 190 جراند كوين 140 يعني، انا معي 1000 دولار شباب مديني اشتريها الان بضغطة زر، ولكن انا شباب ليش امسك نفسي؟ شوف ذي سيارة مثلا البوجاتي شيرون هذه يا جماعة النيون، مديني اشتريها ب 350 جرام، معي 1000 يا شباب. انا ودي الصراحة اشتري يا شباب ما اخبى عليكم، والله يا جماعة ودي ادفع، بس تدرون ايش المشكلة؟ انا بحاجة لفلوس دي الفترة كثير والله، انا جدا بحاجة لفلوس، لان في اشياء اسويها براسي، في عمليات تريد بتصير مستقبلية، انا ما ودي اصرف ولا اي شيء على السيارات بالوقت الحالي. اوكي شباب 30 كل بالارينا، اتوقع اني راح انجلد لين اموت الان هنا. سبب شباب الماب هذا انا ما احبه ابدا والله. يا الله مشكلة يسلمك واحد يسلمك الثاني على طول الان وراك، روح على اللوبي روح على اللوبي، امشي من امامي الان، امشي من امامي انت كمان امشي. وين هربان حبيبي وين؟ اوه عاد ضربه. ايه شلون ما مات؟ اتوقع ذبح واحد بالصدفه ذا والله ولا شيء. والله مسكين كل مره يرسم من امامي الان. على اللوبي. اوه ذبحته منك الان صح؟ في حد ورا يستقوى علي يا اخي، اتركني بحالي يا اخي. متى اسوي تحت الباص؟ اخر كل شباب تحت البيت الباص. اخر كل شباب. ليتس جو. اتوقع اني سويت تحدي الباتل باس يا شباب، شوف 30 كيلو انا توب اول على اسهل مكان. يا ويلي والله العظيم جلد ورا جلد يا شباب، والله اني استمتعت والله، والله اني استمتعت يا شباب. مشينا الان على البيتش ماركت. هنا ما عندنا شيء، لا ما عندنا شيء هنا ابدا. اوه بريك سسبنشن ترانسميشن ليفل 3، ترانسميشن ليفل 3 شباب على السياره مدينا احطها الان. ترانسميشن ليفل 3 هذا الاثنين احتاجهم والله يا شباب للسياره، ريسكو نشتري ذي وايضا نشتري ذي يا جماعه. باقي بس الانجن يا شباب، باقي بس الانجن والله. مع الاسف شباب ما حصلت الانجن، خلينا نروح على البيت مباشره يا جماعه الخير، والله اني حزين جدا بس ما علينا ايز بيز يعني. اوكي شباب اجينا على البيت الان، اوه انا جبت حيوان جديد اتوقع اللي هو ذا الحيوان، بس خلينا نسوي ذا نضبه لذا يا جماعه الخير بالاول، ريتيرن نطلع ذا اتوقع هو كلب، يب ذا الكلب صح؟ اوه والله مره كان مع ذا الكلب شباب، العاب يا المدير العاب. يا ساتر انا جبته عشان ادمجه يا جماعه، يطلع لي بانثر ليفل 60 يوم على اساس يعني. بس ما ودي ادمجه والله، والله انه اسطوري والله. خليك معي الكلب والله ما ادمجك والله، خليك معي. شوف شكله محلى اقسم بالله رهيب والله. طيب يا شباب راح نركب القطع الان اتوقع، نسوي كذا الان ونسوي عليها سسبنشن ليفل ماكس الان. ليتس جو، هذه ماكس الان. يس ركبنا عليها سسبنشن ليفل ماكس يا جماعه، باقي نركب على هذه السياره الاسطوريه الانجن. ما عندي انجن، ما عندي انجن يا شباب، راح نركب عليها الترانسميشن ليفل ماكس كذا يا شباب. اوكي كذا بتكون السياره، شوفوا الان كيف صارت السياره يا شباب، كل شيء عندك ماكس برو مدري شو الا ذي يا جماعه، الا ذي والله لازم اروح الشيب تيونينج واطورها اكثر، بس ما علينا يعني مدينا اطورها ثلاث تطويرات مثل ما شايفين هنا الان. ابي اشتري برايم صراحه شباب، يكون معي برايم ايضا ب 40 دولار، حاشتري برايم الان. ليتس جو شباب، اشتريت برايم على طول الان، بريميوم برايم يا جماعه مثل ما شايفين هنا معنا. اوكي ب 40 دولار راح افعلها مباشره. يس ليتس جو، فعلتها صار عندي برايم لمده 36 يوم، كذا ريحت مخي وبالي وما افكر بالموضوع ابدا يعني، لازم ولا بد البرايم جدا مهم يا جماعه. يلا اربع مرات بكسب 300,000 يا شباب، ابي بوكاتي ديفو يلا ليتس جو. ليتس جو بوكاتي ديفو، هذه هي البوكاتي ديفو يا اخي، هذه السياره اقسم بالله ما ادري ايش اسوي بهذه السياره، حاخذها يا جماعه مضطر اخذها والله. اللي ما تعرفون الشباب ان انا بعت كل هذه السيارات اللي كانت عندي من هذا النوع كلها حرفيا بعتها حرفيا. اوف اوكي يا جماعة الخير، وين راح الكلب عندي والله ما ادري وين راح. اوكي يا شباب اتوقع خلاص هنا وصلني نهاية هذا المقطع يا جماعة الخير، اتمنى هذا المقطع نال اعجابكم يعني، مقطع خفيف بسيط عشان اوريكم الجرافيك الجديد اللي حطيته على اللعبة. مع العلم من الحلقة القادمة احتمال كبير اشيل ذا الجرافيك او احتمال اني اخليه ما اعرف صراحة يا شباب، لان في شوية دروب فريم بسيط ما اخبي عليكم يعني، فما بالك اذا بثيت ايش راح يصير، راح يصير في دروب فريم كثير اتوقع. لذلك يا جماعة الخير راح ارجع لكم بالحلقة القادمة ان شاء الله بمقطع جديد، كان معكم محمود من قناة مم كالو، السلام عليكم يا جماعة، في امان الله. The best of you was a no-show, even though I never thought so.